تبدأ مش مخ. تشييد أمارة سعودية لتطوير يعني أقطاب جامعية متكاملة كيف مرة شيفية في ورزازات وبالخصوص ورزازات الكبرى اللي اليوم مشينا على واحد الوعاء عقاري ديال 20 كتار اللي غادي نديروا فيه الوستي ان شاء الله عما قريب اللي غادي نبداو في دراسات هذه الاسابيع المقبله، وكذلك وعاء عقاري داخل ورزازات ديال 15 كتار باش يكون عندنا واحد التصور ديال مركب جامعي مندمج. وهذا التصور اللي حنا تنعملوا فيه مع الجماعه ديال ترميكت وكذلك جماعه ورزازات الكبرى باش يكون واحد التوجه ونعطيو واحد التصور اللي غادي يليق بجميع المواطنين في الجهه. وبغيت نشكر هذه الجهه وهذا الاقليم، كذلك نستغل هذه الفرصه الاقليم الرشيديه على هذا التجاوب وهذا النموذج اللي حنا اليوم بغيناه في هذا المخطط الوطني لتسريع وتحويل منظومه التعليم العالي والبحث العلمي. كيف كتعرفوا اليوم ولا التمكين هو الاساس بالنسبه للتكوين الجامعي، ولا القطب الجامعي كيمثل واحد القاطره مهمه باش تكون عندنا شباب متمكن اللي تتكون فيها واحد الظروف ديال التكوين وكذلك ظروف ديال المهارات الحياتيه اللي ولات اليوم هي اللي عندها الاساس. لان كنتكلموا على التمكين، والتمكين هو في اقطاب جامعيه اللي تتكون فيهم الدراسه، يكونوا فيها المدرجات والاقسام، ولكن هذا الشيء ما كيكفيش، خصو يكون واحد الجو اللي كيخلي الشباب يندمج مع بعضه ويعمل الانشطه الموازيه اللي فيها المسرح، فيها الرياضه، فيها جميع المكونات اللي كتعطي وكتكون الانسان وكتعطي المناعه الكافيه والقدرات الكافيه. راكم كتعرفوا الاهميه الكبيره والتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو في هذا المجال بالنسبه للشباب وبالنسبه للراسمال البشري، وهذه التحولات الكبيره هي اللي كتدفعنا باش نطوروا من الاقطاب الجامعيه. اليوم الحمد لله قمنا بتوقيع اتفاقيه مهمه تتعلق بالقطب الجامعي بجامعه ترميكت، وفي شطره الاول بناء المدرسه العليا للتكنولوجيا في هذه السنه ان شاء الله. وهذا يعني مكسب اللي ماشي فقط لاقليم ورزازات وانما للاقاليم المجاوره، وغادي يخفف كذلك واحد الضغط اللي كاين على الجامعات ديال اكادير ومراكش. اليوم نقدروا نقولوا بان اولادنا وبناتنا ديال اقليم ورزازات وديال جهه رعايه فيلات تعطاتهم واحد الفرصه اللي هي كبيره ديال بناء اكبر قطب جامعي بالجهه اللي ان شاء الله غادي يخرج لنا اجيال واجيال اللي غادي تعاون في التنميه ديال هذه البلاد ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.